السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. رجعنا وياكم محاضره جديده من محاضرات الاناتومي، اللي نحكي بها عن الهيد انك اناتومي وتحديدا عن الايبود. اليوم راح ناخذ المحاضره الثالثه والاخيره من محاضرات الاوربيتال ريجن اللي هي الايبود، فما راح اطول عليكم ونبلش. بالبدايه راح نحكي عن الموفمنت مال الايبود. طبعا احنا اخذناها بالمحاضرات السابقه وقلنا أكو ست عضلات تتحكم بالموفمنت of the eyeball. The terms used in describing eye movement, the center of the cornea or the center of the pupil is used as anatomic anterior wall of the eye. يقول المصطلحات اللي نستخدمها في وصف حركة the center of the cornea or the center of the pupil راح نستخدمها يعني في وصف حركة الآي. فراح نستخدم السنتر مال الكورنيا او السنتر مال البيوبل اللي هو البؤبؤ، نعتبره شنو؟ نعتبره اناتوميك انتيرير بول. شنو يعني؟ هسه هنا عندنا هاي كره العين، هذا الانتيرير سيرفيس مال كره العين وهذا البوستيرير سيرفيس. اكو انتيرير بول وبوستيرير بول. يعني الانتيرير بول يعني معناته النقطه المركزيه بالانتيرير سيرفيس اوف ذا اي بول من هنا راح تكون. اما السنتر مال الكورنيا، الكورنيا هو الجزء الشفاف من العين، هذا السنتر مالته، أو البيوبل اللي هو البؤبؤ اللي هو كذلك يكون بالcenter of the eye. All movement of the eye are then related to direction of movement of the anterior ball as it rotates on any one of the three axes horizontal, vertical, vertical. يقول كل حركات مال العين بعد ذلك راح تكون حركتها متعلقة باتجاه حركة الanterior ball. شلون يعني؟ يعني هسه أنا عندي كرة العين، من أقول هاي كرة العين اتجهت باتجاه مثلا ميديال، راحت ميديال أو لا، أو راحت لاترال أو أبورد أو داونورد، اعتمادا على شنو؟ راح اعتمادا على السنتر أوف ذا كورنيا أور البيوبل. من أشوفها صعد فراح أقول هسه كرة العين صارت أبورد، شفتها نزل قلت انورد، وكذلك إذا لاترال أو ميديال. The terminology then become as follow. Elevation is rotation of the eye upward. الإليفيشن معناته حركة كرة العين إلى الأعلى. ديبريشن معناته rotation of the eye downward إلى الأسفل. abduction معناته is rotation of the eye laterally. و adduction is rotation of the eye immediately. هاي المصطلحات انتو تعرفوها وهنا أنا بس دي أوضح. rotatory movement of the eyeball use the upper rim of the cornea or the pupil as marker. يقول الحركة الدورانية يعني laterally أو immediately مال كرة العين شنو نستخدم على مود نعرف انه هاي راحت ميديالي او لاترالي؟ نستخدم الابر ريم اوف ذا كورنيا او البيوبل، يعني الحافه العلويه مال الكورنيا او البيوبل كماركر كعلامه. ذا اي روتيت ايذر ميديالي او لاترالي، والكرة العين تفتر اما ميديالي او لاترالي. فهسه راح ناخذ الاكسترنسك مسل برودوسينج موفمنت اوف ذا اي. يقول there are six voluntary muscles that run from the posterior wall of the orbital cavity to eyeball. يقول اكو هناك ست عضلات تنطلق او يصير الاوريجن مالها من البوستيرير وول اوف ذا اوربيتال كافيتي الى كره العين، وهي احنا اخذناها بالمحاضرات السابقه، واللي هي سوبيريور ريكتوس، انفيرير ريكتوس، ميديال ريكتوس، لاترال ريكتوس، سوبيريور اوبليك، انفيرير اوبليك. Because the superior and the inferior recti، بسبب ان السوبيريور والانفيرير ريكتاي هنا صارت اسمها ريكتاي لان صارت عضلتين. يقول are inserted to the medial of the side of the vertical axis، بسبب انه هاي العضلتين الانسيرشن مالهم صاير على الميديال سايد بالنسبه للفيرتيكال اكسس مال كره العين. يقول they not only rise and depress the cornea، يقول يعني مو فقط يرفعون ويخفضون الكورنيا respectively but also rotate it medially، لكن ايضا يحركون الكورنيا medially. For the superior rectus muscle to rise the cornea direct upward، يقول على مود السوبيريور ريكتوس مسل اللي هنا هسه هنا السوبيريور ريكتوس مسل على مود شو تسوي؟ على مود ترفع لنا الكورنيا upward، الانفيريور اوبليك مسل must assist، لازم تساعدها منه الانفيريور اوبليك مسل. انتبهوا السوبيريور ريكتوس تساعدها الانفيريور اوبليك مسل. يقول for inferior rectus to depress، على مود نخفض لنا الكورنيا الانفيريور ريكتوس. انتبه هنا الانفيريور اوبليك، هنا الانفيريور ريكتوس على مود تخفض الكورنيا وتنزلها دايركتلي داون وورد. يقول ذا سوبيريور اوبليك ماسل ماست اسيست، اذا واحده عكس الثانيه.
Note that the tendon of the superior oblique. يقول لاحظ أن التندون مال superior oblique أسعدنا هاي superior oblique. هذا التندون مال superior oblique راح يتخلى من هاي البكرة اللي قلت لكم عليها مصنوعة من الفايبرو كارتليج. هاي تكون وين أتار تكون لازقة على الفرونتال بون. نسميها بالبولي أو تروكلية. هي عبارة عن بولي نسميها بالتروكلية. يقول فهنا يقول note the tendon of the superior oblique muscle passes through the fibrocartilaginous pulley من خلال بكرة مصنوعة من الفايبروكارتلجينيوس نسميها بالتروكلية attached to the frontal bone تلتصق للفرونتال بون. The tendon now turn backward and lateral. بعد ما يدخل بيها التندون راح يشينه يرجع backward ولاترالي يعني يروح إلى الخلف وإلى الجانب مرة يعني مرة واحدة. And is inserted into the sclera. وين يصير insertion مالها على السكليرة تحت منه تحت السوبيريال ركتس مصر. وكل حجيناها شوف هنا جو دخل بالبولي اللي هي مصنوعة من الفايبر كارتلجينيس اسمها تروكليا. هاي التروكليا بعد ما طلع من هذا التندون راح يرجع إلى الخلف ولاترالي يروح هنا هذا جاي لاترالي. وين يصير insertion مالها على السكليرة اللي هو الجزء الأبيض من العين. وين صاير بالضبط تحت السوبيريال ركتس مصر. بالنسبة للترانسيك مصر اللي هي العضلات الصغيرة داخل الايبول هسه راح نحكيها وبعدين ناخذ التفاصيل مالته. The voluntary intrinsic muscle are ciliary muscle and the constrictor and dilator pupillae of the iris take no part in the movement of the eyeball and are discussed later. راح نناقشها بعدين. هذول الثلاثة ما لهم علاقة بالحركة مال كرة العين يعني لهم شغل ثاني بعدين ناخذه. هسه راح نجي ناخذ الفيشل شيت اوف ذا ايبول. شنو يعني الفيشل شيت اوف ذا ايبول؟ معناته شلون خلينا نشبهها احنا انه هو شلون الغلاف راح يحيط بكره العين على مود يسمح لكره العين على ان تتحرك داخل الفات اللي هي موجوده بي داخل هذا الدهن الموجوده بي. فخلينا نعتبر الفيشل شيت هو عباره عن شنو غلاف الكره العين. ذا فيشل شيت سراوند ذا ايبول فروم ذا اوبتيك نيرف تو كرانيو سكليرا جنكشن. بس لو نجي هذا من هنا يبلش الفيشل شيث هو هذا الفيشل شيث مين نبلش من الاوبتيك نيرف تمام ورايح واصل ليوني لحد هنا هذا التقاطع هذا عباره عن السكليره وهذا الكورنيا. فهذا التقاطع نسميه باللمباس او كرينو سكليرا جنكشن. التقاطع بين السكليره والكورنيا كورنيو سكليرا جنكشن. اتس سبريت شوفوا اتس سبريت ذا ايبول فروم ذا اوربيتال فات and provide it with socket for free movement. هذا الشيء يسوي انه يفصل لنا كره العين من الاوربيتال فات لان بالاوربيتال كافيتي اكو فات. فمن راح يفصل الايبول عن هذا الفات اللي هو الفيشل شيث and provide it ويوفر لها socket. socket يعني معناته هو شلون نقول غرفه او مكان خلينا نقول مكان على مود تتحرك به كره العين بحريه. it is perforated هذا الفيشل شيث يكون يعني بثقوب وصلت منه by tendon of the orbital muscle. احنا مو عندنا عضلات مثلا عندنا الميديال ركتس واللاترال ركتس فالتندون مال orbital muscle هاي العضلات الاكسترنزك مصل شو تسوي انها تثقب لنا هذا الفيشل شيث تمام and is reflected into each of them as a tubular sheath. هسه نجي هنا هذا هو الاوربيتال شيث هاي تندون مال orbital muscle راح تثقبها ومن راح تثقبها هذا الاوربيتال شيث مباشر راح يفتر حولها ويلتف ويصير يعني يدخل ضمنها ويلتف وراح يحولها الاوربيتال شيث. فهنا ايش يقول يقول and is reflected راح ينعكس او يلتف حولها end of each them as a tubular sheath ويصير كانه تيوب داخل بنصه هذا التندون. the sheath for the tendon of the medial and the lateral recti are attached to the medial and the lateral wall of the orbit by triangular ligament. يقول الشيث for the tendon of the medial and the lateral recti عضلات الاثنين الميديا واللاترال ركتس مصل التندون مالها راح يدخل ضمن هذا الشيث. فيقول are attached وين راح يلتصقون على الميديال and the lateral wall مال الاوربت تمام يعني شلون هسه هنا عندنا هاي الميديال ركتس مصل واللاترال ركتس مصل مو جم هنا دخلوا بالاوربيتال شيث هذول شلون راح يلتصقون بالبون بالفرونتال بون او اللاكرمال بون عن طريق ليجامنت. من هم هذول الليجامنت اللي هم الميديال اند اللاترال ليجامنت. هسه لو نجي على هاي الصوره اوضح لكم اكثر. هسه هنا اجت هاي العضله هسه هاي الميديال ركتس مصل تمام هاي البيضه مالكم علاقه
هاي الميدة اللي تصمصة، هاي وين التسقط هسه بالفيشل شيث وسوت لنا تيوبلر شيث، تمام؟ وكذلك اللاتر اللي تصمصة هاي العضلة اريدها تلتصق كذلك وين؟ بالاوربيتال وول، بالبون مال اوربيتال وول. عن طريق من راح تلتصق؟ عن طريق الميديال تشيك ليجامنت للميدل ركتس مصل، واللاترال تشيك ليجامنت بالنسبه لللاترال ركتس مصل. The lower part of the facial sheath which passes beneath the eyeball and connect the cheek ligament. يقول الجزء السفلي من الفيشال شيث راح يمر وين؟ تحت كره العين. شنو يربط لنا؟ يربط لنا التشيك ليجامنت، اللي يربط لنا ذول اللاترال تشيك ليجامنت والميديال تشيك ليجامنت. It will is thickened and serves as to suspend the eyeball. هذا من راح يمر تحت كرة العين راح شوية يتخن ويعمل ك suspend، يعني شو راح يعلق كرة العين. شو راح يشكل لنا؟ suspensory ligament of the eye، اللي هو هذا suspensory ligament of the eye، عبارة هذا عن facial sheath يمر تحت كرة العين يصير بي thickened، فراح يسوي لنا suspensory ligament. هذا suspensory ligament راح يخلي كرة العين أشبه بالمعلقة. By this means the eye is suspended. بواسطة هذه الوسيلة الآية راح تكون معلقة from the medial and the lateral wall، من الميديال واللاترال وول of the orbit as if in homework، مثل ما بالمرجوحة. هسا كرة العين عبالك صغيرة بمرجوحة، من هنا عندنا اللاترال تشيك ليجامنت والميديال تشيك ليجامنت مرتبطين بالاوربيتال وول، هنا عندنا هذا السسبنسر ليجامنت راح يخلي كرة العين أشبه صغيرة بالمرجوحة. هاي جدا مهمة هذا السلايد انه تعرفون، ممكن يجيب لكم علي ام سي كيو بصيغه الوتش اوف ذا فلوينج اباوت الفيشال شيث ويقول لكم اكسبت. هنا انا ها كلها درهم، يعني كل سطر رقم اختيار. هسه راح نحكي على الستراكشر اوف ذا اي، من شنو تتكون الاي؟ يقول ذا اي از امبيدد ان ذا اوربيتال فات، الاي تكون موجوده ضمن اوربيتال فات بات از سيبريتد فروم ات، ما تكون مفصول عن الاوربيتال فات مثل ما قلنا بواسطه منه، بواسطه الفيشال شيث اوف ذا ايبل. ذا ايبل كونسيست اوف ثري كوت، هنا أهم شيء أسرح نبلش بالمهم. يقول كرة العين تتكون ثلاث طبقات which from without and word the fibrous coat, vascular pigmented coat and the nervous coat. تكون من ثلاث طبقات fibrous coat, vascular pigmented coat and the nervous coat. اللي هي الفاسكولار coat تتكون من جزئين، تتكون من السكليرة والكورنية. هاي من هي الفاسكولار coat، تتكون من السكليرة اللي هو هذا كله السكليرة اللي حد هنا، من نوصل هنا راح يبدأ السكليرة هو الجزء الأبيض من العين، يكون أوبك يعني معتم ما يسمح بمرور شيء. أما الكورنيا اللي هو الجزء الشفاف من العين، هذول منيا طبقة يتكونون من الفايبروس كوت. الفاسكولار بيجمنتد كوت والنيرفوس كوت ناخذها يعني من نمشي بالمحاضرة. فهسا الكوت أوف ذا أيبل أول طبقة راح ناخذها هي الفايبروس كوت. ذا فايبروس كوت إز ميد أب of posterior opaque part اللي هو السكليرة، هذا قلنا عليه هو posterior opaque part اللي هو السكليرة and the anterior transparent part اللي هو الكورنيا، وجزء أمامي يكون شفاف اللي هو الكورنيا. إذن هسه الكوت of the eyeball ثلاثة fibrous coat, vascular pigmented والnervous coat. الفايبروس كوت تتكون من two part posterior part اللي هو السكليرة شبيها شو تكون opaque. أما الثانية الطبقة الثانية اللي هي الكورنيا شو تكون transparent. هسا رح نجي نحكي على السكليرة اللي هو ال opaque part or ال posterior part is composed of the dense fibrous tissue and is white. هذا شيء يعني histology مو مهم. posteriorly it pierced by the optic nerve. هنا السكليرة طبعا هي من هنا تبلش السكليرة تنتهي هنا بالجزء البوستيريور، يعني بوستيريور اللي بالنسبه للسكليرا تكون مثقوبه بواسطه منه بواسطه الاوبتيك نيرف. المكان اللي راح يدخل من عند الاوبتيك نيرف للسكليرا هذا نسميها بال لامينا كربروزا ذا اوبتيك نيرف اند از فيوز وذ ادورال شيت اوف ذات اوف ذا اوف ذا نيرف. ذا لامينا كربروزا از اريا اوف ذا سكليرا ذات از بيرسد باي ذا نيرف فايبر اوف ذا اوبتيك نيرف. اذا هي المنطقه مال السكليرة اللي تكون مثقوبة بواسطة الفايبرات مال الأوبتيك نيرف. The سكليرة is also pierced by the ciliary arteries and nerves and they are associated vein and vena verticosa. وكذلك تكون مثقوبة بواسطة الciliary arteries والنيرف وكذلك associated vein and vena verticosa. The سكليرة is directly continuous in front. يقول السكليرة تستمر بشكل مباشر ويامن
with the cornea. عد منو؟ عد cranio-sclera junction or limbus. شوفوا هسنا أنا عندنا هاي سكليرا، هاي كلها سكليرا، هذا الجزء الأبيض يستمر ويا الكورنيا عن طريق منه؟ عن طريق جنكشن. هذا الجنكشن نسميه بالكرينيو سكلير جنكشن أو نسميه باللمبس. هسه رح نحكي بالنسبة للكورنيا اللي هو second part من الفايبروس كوت. The transparent cornea is largely responsible for refraction of the light entering the eye. يقول الكورنيا اللي هو جزء الشفافة تكون مسؤولة عن الرفراكشن مال اللايت اللي راح يدخلنا للآي. It is in contact posteriorly with the aqueous humor. تكون على اتصال بالجزء الخلفي مالتها ويا الأكيوس هومر. شنو هذا الأكيوس هومر؟ طبعا احنا راح نسبق المحاضرة بس انا بدي افهمكم شنو الأكيوس هومر. الأكيوس هومر هو عبارة عن سائل، هذا السائل ينتج من سيلاري ابروسس، هنا هسه ان شاء الله ناخذها. فهذا يمشي عن طريق هاي الفتحة ويروح هنا أنا. فيصير هنا أنا على اتصال ويا من؟ ويا الكورني. تمام. blood supply the cornea is a vascular، تكون يعني ما بيها blood supply and devoid of the lymphatic drainage، وكذلك خالية من lymphatic drainage. it is nourished by diffusion from the aqueous humor and from the capillaries at this age. الكورنيا هي الجزء الوحيد من العين اللي ما راح يوصله blood supply. من يجي تغذية؟ يجي أما من الأكيوس هيومر اللي هو هذا السائل اللي راح يجي هنا، أو كذا، أو منين؟ أو من الكابلاريز اللي تكون بالنهاية مالت يعني بالإيج بالحافات مالتها هنا. النيرف سبلاي يجيها تغذية عن طريق اللونج سيلاري نيرف from the ophthalmic division of trigeminal nerves. هسه رح نجي نحكي على الـ function of the cornea. The cornea is most important refractive medium of the eye. This refractive power occur in the anterior surface of the cornea where the refractive index of the cornea 1.38 differ greatly from that of the eye. يقول الكورنيا يعني هي أهم وسيلة انكسار للعين. تمام؟ the refractive power تحدث قوة الانكسار هذه وين؟ على the anterior surface of the cornea، للسطح الأمامي يعني مال الكورنيا. حيث أنه ترى the refractive index أو معامل الانكسار مال الكورنيا يختلف بشكل كبير عن معامل الانكسار مال الهواء. the importance of the tear، يقول أهمية tear film طبق يعني الدمع and maintaining في الحفاظ على normal environment of the corneal epithelial cell should be stressed. يقول يعني ينبغي أو يجب يعني نأكد على أن ترى الدمع مهم جدا في الحفاظ على normal environment، على البيئة الطبيعية مال corneal epithelial cell، مال الخلايا مال الكورنيا. هسه خلصنا احنا بالنسبه للطبقه الاولى اللي هي الفايبروس كوت. هسه راح ناخذ الفاسكولار بيجمنتد كوت. ذا فاسكولار بيجمنتد كوت كونسيست فروم بيهايند فورورد اوف ذا كورويد سيلاري بودي ايرس. الفاسكولار بيجمنتد كوت تكون من ثلاث شغلات، تكون من الكورويد سوري اند سيلاري بودي اند الايرس. لو نيجي نشوفهم هنا، الكورويد اللي هو هذا هنا الجزء، هذا الجزء نسميه كورويد. السيلاري بودي اللي هو يتكون من سيلاري رينج، هنا هذا السيلاري رينج ويتكون من سيلاري ماسل ويتكون من سيلاري بروسس، والجزء الثالث من عنده اللي هو الايرس. فنقول كورويد سيلاري بودي ايرس، هاي بالنسبه للمكونات من هو الفاسكولار بيجمنتد كوت. بالنسبه للكورويد يقول ذا كورويد از كومبوزيت اوف ذا اوتر بيجمنتد لاير اند انر هايلي فاسكولايزد لاير. الكورويد تكون من طبقتين، طبقه تكون اوتر بيجمنتد لاير وطبقه داخليه تكون فاسكولار لاير. لو نجي هنا على هاي الصورة شوفكم، احنا استخدنا هاي السكليرة، تحت السكليرة كان عندي صار عندي من هو الكورويد، هذا الكورويد، نهاية الكورويد يجينا السيلاري رينج، بعدين السيلاري مصل، بعدين السيلاري بروسس، هذول كلهم نسميهم بالسيلاري بادي، بعدين يجينا الايرس. هذا الكورويد يتكون من طبقة خارجية، هاي الطبقة الخارجية مالته تكون outer pigmented layer، ان الطبقة الداخلية مالته لهذه تكون
vascularized layer أو vascular layer. هسا رح نجي نحكي على السيلاري بادي بالتفصيل. The ciliary body is continuous posteriorly with choroid. مثل ما قلنا choroid ciliary body iris. فيكون عنده تواصل posteriorly ويا من ciliary body كله ويا الكورويد. And the anteriorly it is lie behind the peripheral margin of the iris. وبالأمام يكون يقع وين خلف الحافة أو النهاية الطرفية مال منو مال الايرس. من يتكون من السيلاري بادي؟ يتكون من السيلاري رينج اللي هي نانا، السيلاري بروسس اللي هي هاي البروزات نسميها بالسيلاري بروسس، ويتكون من السيلاري مصل اللي هي هاي السيلاري مصل. The ciliary ring is posterior part of the ciliary body and the its surface has shallow groove. هنا أنا بالسطح مالته اكو جروف بسيط، بس هنا أنا ما موجود صراحه بالصوره. هنا أنا على السيلاري رينج اكو جروف بسيط، هذا الجروف نسميه سيلاري ستراي. هنا أنا ممكن يعني يجيكم MCQ على هذا السيلاري ستراي، إنه عبارة عن شالو جروف موجود وين على السيرفس مال سيلاري رينج. بعدين يجينا السيلاري بروسس ار راديالي اراوندد فولد. هتشوفوا هاي البروزات هاي عبارة عن سيلاري بروسس، يقول عبارة عن راديالي اراوندد فولد اور ريدجز تو بوستيريور سيرفس اوف ويتش ار كونكتد ذا سسبنسري ليجامنت اوف ذا لينس. يقول على البوستيريور سيرفس، هذا البوستيريور سيرفس مالته وهذا الانتيريور سيرفس. على البوستيريور سيرفس من عنده يسوي انه كونكت لللينس عن طريق منه، عن طريق السسبنسري ليجامنت. ان السسبنسري ليجامنت عنده يعني اتصال بين السيلاري بروسس واللينس. بالنسبه للنيرف سبلاي، بالنسبه للسيلاري ماسل، يقول ذا سيلاري ماسل از سبلاي باي باراسمباثيتك فايبر فروم ذا اوكيلوموتور نيرف. راح يجينا بارا سمباتك فايبر منين؟ من الاوكلوموتر نيرف. وين راح يروح؟ للسيلر جانجليون. راح يسوي لنا سنابينج بالسيلر جانجليون. افتر سنابينج ان ذا سيلر جانجليون راح يطلع من عنده شنو؟ بوست جانجليونك فايبر. وهاي البوست جانجليونك فايبر باسس فورورد تو ذا ايبول اند شورت سيلر نيرف، راح تمر الى الايبول تروح وين؟ للسيلر مسل عن طريق الشورت سيلر نيرف. زين، شنو هو الاكشن مال السيلري مسل؟ كونتراكشن اوف ذا سيلر مسل سبيشالي meridional fibre pull the ciliary body forward. لو نجي هنا أنا الصورة اللي قبلها، شوفوا أخواني، عندنا السيلاري مسل تتكون من two types of the fiber. تتكون من meridional fibre or circular fibre. هاي meridional fibre إذا صار بيها contraction، تمام، شو راح تسوي لنا هاي؟ هاي راح تسحب لنا هذا السيلاري بادي كله إلى الأمام. صار بيها contraction، سحبت لهذا الجزء إلى الأمام. من سحبت هذا الجزء إلى الأمام، شوفوا هنا السسبنسري ليجامنت اللي صار بيها كونكت بين السيلاري بروسس واللينس، شوفوا شلون صار هنا مشدودة. من أسحب هاي إلى الأمام، هاي السيلاري سسبنسري ليجامنت راح تهطل. من راح تهطل السسبنسري ليجامنت، لو نرجع هنا للسلايد شوف ايش راح يكون. Especially medial fiber pull the ciliary body forward. This relieve يعني the tension of the suspensory ligament. من راح يصير بيها يعني شلون نقول تهطل الشد مال السسبنسري ليجامنت. and the elastic lens العدسة داير مدارها اكو كبسولة تحيطها، هاي الكبسولة مكونة من elastic. فالelastic lens الelastic اللي حول العدسة بكم يصبح شنو؟ more convex. العدسة راح تصير more convex. this increase the refractive power of the lens، وهذا راح يزيد لنا refractive power مال العدسة. هسه نجي ناخذ البارت الثالث من الفاسكولار لاير اللي هو الايرس. الايرس از ثين كونتراكتايل بيجمنتد دايافرام، هاي نحفظها ثين كونتراكتايل بيجمنتد دايافرام. من هو هذا؟ الايرس وذ سنترال ابرتشر ذا بيوبل، ومع اكو بالوسط مال الايرس فراغ. هذا الفراغ هو يعني يتبع للايرس اللي هو هسه هنا. هسه هذا الايرس كذلك هذا الايرس، هو هذا الايرس هنا. هذا الفراغ اللي بالوسط مال الايرس هو البيوبل اللي هو البوبل. It's suspended in the aqueous humor between the cornea and the lens. وهذا الايرس يكون ضمن يعني بالضبط ضمن الاكويس هيومر اللي هو السائل اللي تنتج منه السيلاري بروسس. بين منه وبين منه صاير الايرس؟ صاير بين الكورنيا and the lens. شوفوا هاي الكورنيا وهاي اللينس، الايرس صاير بيناتهم ضمن الاكويس هيومر
ليش ضمن الاكياس هيومر؟ هسه نرجع هنا على الصوره بعد اوضح. لا هسه هذا الايرس، هاي الكورنيا، هاي اللينس. الاكياس هيومر هو راح ينتج عن طريق السيلري بروسيس ويروح على هاي المنطقه، فراح يصير الايرس ضمن الاكواس هيومر. The periphery of the iris يعني نهاية الايرس شبيهة is attached to the anterior surface of the cellular body. مثل ما قلنا تواني، قلنا احنا قبل شوية السيلر بادي النهاية الانتيريا سيرفيس ما السيلر بادي يلتصق بالبريفري اوف ذا ايرس، وهسه دا يقول البريفري اوف ذا ايرس يلتصق للانتيريا سيرفيس اوف ذا سيلري بادي. It divide the space between the lens and the cornea into the anterior and posterior chamber. الايرس راح يقسم لنا الفراغ اللي صاير بين العدسة وبين اللينس الى anterior chamber و posterior chamber. هسه هنا الايرس هذا مو الفراغ اللي صاير بين الكورنيا واللينس، من راح يقسمه؟ راح يقسمه الايرس، راح يقسمه الى anterior chamber، يقسمه الى posterior chamber. The muscle fiber of the iris are involuntary. الايرس يحتوي على عضلات، هاي العضلات مالته تكون involuntary and consist من circular and radiating fiber. تتكون من circular and radiating fiber اللي هي هاي العضلات، هاي العضلات مال الايرس عبارة عن circular and radiating fiber. The circular fiber form the sphincter pupillae. إذن العضلات اللي تكون الألياف مالتها circular fiber اسمها sphincter pupillae and arranged around the margin of the pupillae، وتكون مرتبة حول المارجن مال البؤبؤ تقريبا. إحنا نصير circular fiber. Radial fiber form the dilator pupillae. أما العضلات اللي تكون الفايبر مالتها عبارة عن radial فتكون شنو اسمها؟ dilator pupillae and consists of من sheet of the radial fiber that lie close to the posterior surface. تتكون من sheet من radial fiber وين تقع؟ هنا أنا بالقرب من posterior surface مال الايرس. A nerve supply يقول the sphincter pupillae اللي هي العضلة اللي تكون من circular fiber is supplied by parasympathetic fiber. منين يجيها؟ من الأوكيلوموتر نيرف بعد كذا نفس السيلاري بادي سيلاري ماسل. After snapping in the cellular ganglion the postganglionic fiber pass forward to the eyeball and short cellular nerve. بينما dilator pupillae is supplied by sympathetic fiber. Sphincter parasympathetic. Dilator pupillae sympathetic fiber which pass forward to the eyeball and long cellular nerve. عكس هاي. هاي parasympathetic و short cellular nerve. هنا أنا sympathetic و long cellular nerve. شنو هو الاكشن مال هاي العضلتين اللي موجوده بالايرس؟ الاكشن مال هاي العضلات يقول ذا سفنكتر بيوبيلاي كونستركت ذا بيوبيلاي ان برسينس برايت لايت. يقول هاي العضلات راح يصير بها يعني راح تصغر لنا حجم البؤبؤ بوجود ضوء عالي، راح يصير بها كونتراكشن. هاي بالنسبه منه بالنسبه لل سفنكتر بيوبيلاي. لو نجي هسه على هاي الصوره، اعتبر هسه هاي عندنا الاي بول وعندنا هذا البيوبل. هذا البيوبل عرضنا سلطنا عليه ضوء قوي، فش راح يسوي البؤبؤ؟ قبل راح يصغر. ليش صغر؟ نتيجة تقلص عضلة السفنكتر المصل. بالنسبة هاي العين الثانية، هاي العين الثانية هنا اكو ضوء قليل او مكان مظلم، فش راح يسوي البؤبؤ؟ راح يتوسع. من اللي يوسع البؤبؤ؟ اللي هي الدايليتر بيوبيلاي. هنا دا نوضح لكم انه هاي السيركلر فايبر مال كونستركتر بيوبيلاي، وهذا هاي سوري هاي السيركلر فايبر مال كونستركتر بيوبيلاي، وهاي الراديال فايبر مال دايليتر بيوبيلاي. فمثل ما قلنا هنا انه ذا سفنكتر بيوبيلاي كونستركت ذا بيوبل ان ذا برسينس اوف برايت لايت اند ديورينج اكوموديشن. ذا دايليتر بيوبيلاي دايليت ذا بيوبل ان برسينس لايت اوف لو انتنسيتي، يعني يكون الضوء شدة مالته منخفضة. or in a brisance active sympathetic activity such occur in a front. او من الشخص يخاف تقدر تعرفه؟ شلون تقدر تعرف هذا الشخص انه خايف؟ او يعني مثلا اذا عندك احد تحس انه هو مسوي شيء، فهذا الشخص داخليا راح يخاف. من راح يخاف؟ راح تلاحظ عليه انه البؤبؤ مالته يصغر، سوري يكبر. فمن يكبر البؤبؤ مالته اعرف انه هذا مسوي مشكلة. والله ما عليكم. فهنا يعني صورة واقعية، شوفوا هسه هذا شلون البؤبؤ مالته صغير صاير نتيجة منه كونستريشن تقلص عضلات السفنكتر بيوبيلاي. وعندنا هذا البؤبؤ مالته شوفوا ايش كبره صاير نتيجة الدايليشن، او ممكن متعرض الى سمباثيتك اكتيفيتي مثل الخوف.
هسه راح ناخذ الطبقة الثالثة اللي هي nervous coat أو الرتنة. The retina consists من outer pigmented layer and inner nervous layer. كذلك تتكون الرتنة من طبقتين. الرتنة اللي هي هاي الرتنة الطبقة الصافرة. هاي outer pigmented layer تكون وهاي inner nervous layer. It is outer surface in contact with the choroid. شوفوا هنا هسه هاي الرتنة الاوتر سيرفيس مالته عند تواصل يعني كونتاكت ويا من ويا الكورويد لان هذا عباره عن الكورويد والانر سيرفيس مالته عند كونتاكت ويا من ويا شيء اسمه فيتروس بادي هذا عباره عن ترانسبيرت جل يعني جل بس شفاف هسه راح ناخذه فنقول الاوتر سيرفيس از كونتاكت وذ الكورويد اند الانر سيرفيس از ان كونتاكت وذ الفيتروس بادي ذا بوستيريور 3 كوارتر اوف ذا ريتينا از ريسبتور اورجان شوفه بالنسبة لهاي الصورة هاي الرتينة هي عبارة عن كلها ساعة عبارة عن رتينة لحد ال طبعاً لحد السلرية ماصل هنا اللي لحد هاي المنطقة هي كلها عبارة عن رتينة تمام يقول أول ثلاثة أرباع مال الرتينة تكون عبارة عن شنو ريسبتور أورغان وينه ريسبتور أورغان يعني بيها مستقبلات حسية اسمها الرود والكون يعني خاصة بالألوان والضوء الربع الأخير من الرتنة ما يحتوي على مستقبلات حسية فسهاي أول ثلاثة أرباع بها مستقبلات حسية البقية ما بيها يقول It is anterior edge form wavering وهاي الحافة الأمامية مالته راح تشكل لنا wavering هذا الwavering شنو نسميه بالأورا سراتة اللي هو هذا هذا الأورا سراتة هذا راح يفصل لنا بين منه وبين منه يفصل لنا بين الثلاثة أرباع اللي تحتوي على receptor organ and الربع اللي لا يحتوي على ريسبتر أورغان أو ريسبتر ريسبترات حسية يعني ريسبتر نيرفس ريسبتر and the nervous tissue and hair وهنا راح تكون نهاية النيرفس تيشو the anterior part of the retina is non-receptive مثل ما قال إنه anterior part الجزء الأمام مال الرتينة هو non-receptive and consists merely of pigment cell with deep layer of columnar epithelium يتكون من شنو يتكون من pigment cell وطبقة عميقة من columnar epithelium. This anterior part of the retina هذا الجزء الأمامي مال الرتينة شو يسوي covers the ciliary process and the back of the iris. يغطينا شنو يغطينا يغطينا ciliary process والback مال الiris. هذا من هو ال anterior part مال الرتينة. At the center of the posterior part of the retina. بالوسط مال البوستيريور بارت اوف ذا ريتينا يعني بس خليني ارجع احكي لكم وين بدنا نحكي احنا هنا هسه احنا هنا هذا هنا بدي احكي هذا البوستيريور بارت مال الريتينا فبالسنتر مال البوستيريور بارت اوف ذا ريتينا شنو اكو يقول از اوفال يلوش اريا نسميها بالماكيولا لوتيا نرجع على هاي الصوره هسه نبوع احنا الاي من الامام فهذا البوستيريور بارت هسه هاي كانه البوستيريور بارت مال الايبول فبالسنتر مال الرتينة اكو منطقة تكون اوفال يلوش شنو نسميها هاي المنطقة نسميها بالماكيولا لوتيا which is area of the retina for most distinct vision شنو هي المنطقة for most distinct vision هي نفسها الماكيولا لوتيا هاي ممكن يجيكم MCQ it has central depression بنص هاي الماكيولا لوتيا اكو منطقة تكون منخفضة شنو نسميها نسميها بالفوبيا سنترالس the optic disc nerve the optic nerve leaves the retina about 3 millimeter to the medial side of the macula lutea يقول optic nerve يطلع من الرتينا بحيث يكون بعد عن المacula lutea 3 millimeter medial بالنسبة لها واجي اوضح لكم اياها بهاي الصورة اكثر شوفوا هذا center of the eyeball هاي الفوبيا سنترالس صايرة ضمن الماكيولا لوتيا الأوبتيك نيرف يطلع عن طريق الأوبتيك ديسك أو يدخل عن طريق الأوبتيك ديسك ببعد 3 مليمتر ميديال بالنسبة للفوبيا سنترالس بعدين نقول The optic disc is slightly depression at the it is center وعبارة عن شوية انخفاض وين صاير بالسنتر Where it is pierced by the central artery of the retina ويطلع يدخل من عنده السنترال ارتري اوف ذا ريتينا تقدر تعتبرون هذا السنترال ارتري اوف ذا ريتينا يطلع من عنده هاي البرانشات at the optic disc is complete absence of root
and cones, so that is, it is insensitive to light and is referred to as the blind spot. يقول بهاي المنطقة مال الأوبتيك ديسك تغيب، يعني ما راح تكون موجودة لا الكون ولا الرود اللي هي عبارة عن ريسبتر أورغان، لذلك ما راح تكون عندها أي تحسس للضوء. هاي المنطقة راح نسميها، أو هي هاي المنطقة راح تصير شبيها بلند سبوت، يعني ما راح تستقبل أي ضوء أو لايت، يعني شنو، خالية من المستقبلات الحسية. On ophthalmoscope examination، بالophthalmoscope examination هذا عبارة عن جهاز اسمه الophthalmoscope، يقول the optic disc هاي المنطقة is seen to be pale pink in color، تكون شوي فاتحة باللون، much paler than surrounding retina، وتكون أفتح من أجزاء الرتنا الباقية. هسه راح نجي نحكي على الكونتين أوف ذا إيبل، كرة العين شنو بداخلها موجود. هسه احنا حكينا على الطبقات مالتها الخارجية، هسه بنصها هي شنو موجود. The contain of the eyeball consists of the refractive media والأكوس هيومر and the vitreous body and the lens. تتكون من refractive media والأكوس هيومر اللي هو هذا السائل اللي أخذناه، وكذلك تتكون من اللينس اللي هي العدسة. نجي نحكي على أول شيء اللي هو الأكوس هيومر. The aqueous humor is clear fluid، هو عبارة عن fluid شفاف. That fills the anterior and the posterior chamber of the eyeball، مثل ما قلنا هو راح ينتج من cellular process ويعبر، يعني ينتج طبعا بالposterior chamber، لأن الanterior chamber يكون مفصول عن posterior chamber بوسط الأيرس، ويعبر أمام اللينس ويروح على الكورنية بالانتيرير تشامبر. يقول it is believed to be secretion from the cellular process، ويعتقد أنه هذا الأفراز مالته يكون منين، عن طريق cellular process. يعني إذا جاكم MCQ من هو اللي يفرز الأكوس هيومر، نقولهم cellular process. From which it enter the posterior chamber، ومن بعدها يدخل البوستيرير تشامبر. It then flow into the anterior chamber through the pupilla، وبعدين يروح للانتيرير تشامبر عن طريق من هو فتحة البيوبلا اللي هي طريقة فتحة البؤبؤ. فيعني هو الباثوي مالته من سيلير بروسيس للبوستيرير تشامبر عن طريق البيوبلا او البؤبؤ، يدخل وين، للانتيرير تشامبر، ويروح للكورنيا يسوي لها تغذية نورشمنت ثرو من خلال and is drained away through the space at the iridocranial angle into the canal of Schlemm. بعدين يروح وين، على فراغ، وهنا يوصل لحد ما يوصل هاي المنطقة اللي هي المنطقة اللي صار الانجل صار بين الكورنيا والايرس، وبعدين يروح على هاي الكنال. هاي الكنال نسميها كنال اوف شلم. الابستراكشن تو ذا درينينج اوف ذا اكويس هيومر، يقول من يصير هنا ابستراكشن، انسداد بال يعني السحب مال الاكويس هيومر، ريزولت رايز ان انترا اوكلير بريشر. يعني شلون، خلاص احكي لكم اياها هنا. السيلاري بروسس سوت سكريشن للأكوز هيومر وراح للبوستيرير تشامبر، بعدين الانتيرير تشامبر. هذا بعد ما سوى تغذية ونيورشمنت، بس لازم سوي له درينج، فيروح لهنا يم الزاوية اللي صار بين الايرس والكورنيا، ايريدو كورنيال جنكشن، بعدين وين يروح، الى الكنال اوف شلم. من راح يصير هنا انسداد بالكنال اوف شلم، ايش راح يصير؟ راح يصير هنا عندي زيادة بضغط العين. سامعين واحد يقولوا له انت عندك زيادة بضغط العين، ليش صارت هاي زيادة بضغط العين؟ نتيجة انسداد الكنال اوف شلم. الكنال اوف شلم من راح تزداد، راح يزداد هنا الفلويد عندي، فراح يصير عندي زيادة بالبريشر، فهذا الضغط العين هنا صار عندي مية هواية. بالعامية احنا نسميه المية اسود بالعين، هو نفسه يعني زيادة ضغط العين اللي تسمى هاي الحالة شنو نسميها، بالجلوكوما. الجلوكوما ترى هو نفسه عبارة عن المية اسود، يعني صار عندي ارتفاع بالانتراوكيولار بريشر. This can produce generative change in the retina، هذا ممكن يدمر الرتنا with consequent blindness، ويسبب عمى. غالبا ضغط العين يسبب يعني الجلوكوما او انكريز البريشر داخل العين، يسبب لنا العمى. فخلي ارجع اشوفكم اياها هنا بصوره ثانيه. شوف هسه هاي الكنال اوف شلم، وهاي هنا عندنا السيلاري بادي سيلاري بروسيس، فهنا كذلك تيجي ويصير الدرنج مالته هنا، فمن يصير هنا ابستراكشن بهاي المنطقه، بعد ماكو مكان يسوي له درنج للفلويد هذا، فراح يزداد هنا يصير عندنا ضغط عالي ويسبب لنا بلدنس.
The function of the aqueous humor احنا قلناها يقول to support the wall of the eyeball انا مود يسند لنا الوول مال الايبول by exerting internal pressure يعني يسوي لنا ضغط داخلي and this maintaining the maintaining it is optical shape ويحافظ على optical shape مال الايبول يقول it is also nourishes the cornea يغذي الكورنيا واللينز and remove product of metabolism these functions are important because the cornea and the lens don't possess blood supply وهاي الوظيفة مالتها تكون مهمة ليش لان الكورنيا واللينز ما تمتلك blood supply هسه راح نجي نحكي على الفيتروس بادي اللي هو المكون الثاني اللي موجود بالكونتين اوف ذا ايبول ذا فيتروس بادي فولز ذا ايبول بيهايند ذا لينز هسه مو هنا عندنا هذا اللينز هاي المنطقة كلها تكون مملوءة بالفيتروس بادي اللي هو هذا هذا اشبه بالجل الشفاف the lens is transparent gel the hyoid canal is narrower canal that run through the vitreous body from the optic disc هي عبارة عن canal تنطلق من الoptic disc من خلال vitreous body لحد ما توصل behind the lens to the posterior surface of the lens in a fetus يعني بالجنين it is filled by hyoid artery تكون موجود داخلها hyoid artery على اسم الكنال artery which disappear before the birth ويختفي قبل الولادة الوظيفة the function of the vitreous body is to contribute slightly to magnify power of the eye يساهم بشيء بسيط على تكبير أو تقوية الباور مال eye it support the posterior surface of the lens كذلك يسندن the posterior surface of the lens and assisting يساعدنا in holding the neural part of retina against the pigmented part of retina كذلك يساعدنا في يعني شلون يساعد يمسكنا او يقوينا يعني يسوي لنا قوام للنيورال بارت للجزء العصبي مال الرتنا لان احنا الرتنا نتكون من انر نيرفس لاير اند اوتر بيجمنتد لاير فهو يساعد لنا او يقوينا النيورال بارت مال الرتنا ضد البيجمنتد بارت هسه راح نيجي ناخذ اللينس اللي هي العدسه The lens is transparent bioconvex structure enclosed in a transparent capsule عبارة عن شفافة وتكون bioconvex structure وتكون محاطة بوسطة كبسولة تكون شفافة it is situated behind the iris تكون خلف الايرس هذا الايرس صاير خلف الرتنا and in front the vitreous body لأن الفيتروس بادي صاير هنا فهي صايرة خلف الايرس أمام الفيتروس بادي and is encircled by the ciliary process وتكون محاطة بوسطة السيلاري بروسس The lens consists of elastic capsule. يقول lens تتكون من elastic capsule which involve the structure. يعني تكون تحيطها elastic capsule. وتتضمن لنا الelastic capsule شنو تتضمن لنا؟ تتضمن لنا هاي cuboidal epithelium which is confined to the anterior surface of lens. هنا ايش تقول؟ يقول يعني اللي يسموه الelastic كبسول تنضمن لنا شنو هو كيوبايدال ابيثيليوم فهاي الابيثيليوم شوفوا صاير على شكل مربعات فهاي كيوبايدال ابيثيليوم وين صايره على الانتيريور سيرفيس اوف لينس اند ذا لينس فايبر وكذلك اللينس فايبر which are formed from the cuboidal epithelium at the equator of the lens ومن تتكون هاي الالاستيك فايبر سوري اللينس فايبر تتكون من الكيوبايدال ابيثيليوم يعني عند المحيط مال اللينس The lens fiber make up the bulk of the lens. هاي الفايبرات مال العدسة تشكل لنا الجزء الأكبر من منو من اللينس من العدسة. The elastic lens capsule is under tension, causing the lens constantly to the endeavor to assume the globular rather than disc shape. يقول ال elastic lens capsule تحت الضغط تحت التنشن راح شو تسوي لنا causing the lens constantly to endeavor to assume a globular rather than disc shape يعني تسعى لأن يكون تأخذ شكلها الكروي بدل ما تأخذ شكلها يعني شكل قرص بدل ما تأخذ شكل قرص نتيجة هذا الضغط راح يخليها تأخذ شكل كروي بعدين يقول الإكويلاترال sorry equatorial region or circumference of the lens is attached to the ciliary process of the ciliary body by suspensory ligament.
يقول المنطقة المحيطية مال العدسة إيش بيها ترتبط هاي المنطقة المحيطية مال العدسة. هاي المنطقة المحيطية مال العدسة ترتبط للسيلاري بروسس of the ciliary body بواسطة منه بواسطة suspensory ligament. مثل ما أخذناها تواني قلنا لكم suspensory ligament تربط لنا ciliary process للمحيط مال اللينس على مود إذا صار contraction شو راح يصير وإذا صار dilation شو راح يصير. فيقول the ball of the radiating fiber of the suspensory ligament يقول هاي السحب مال suspensory ligament إذا صار عندي هنا شلون نقول dilation يعني ماكو contraction فهنا شو راح يصير بال ايش راح يصير؟ راح يصير ريلاكسد للسيلاري ماسل. من يصير ريلاكسد للسيلاري ماسل هنا راح تنشد السسبنسري ليجامنت. فيقول the ball of the radiating fiber of the suspensory ligament tend to keep the elastic lens flattened. تميل يعني او الى ان تجعل الالاستيك لينز شبيها flattened so that the eye can focus on the distinct object. لذلك العين راح تركز على شنو؟ على الاجسام اللي تكون بعيده عنها. هاي من تكون شنو؟ السيلاري ماسل ريلاكسد. اما من يكون السيلري مسل كونتراكتد فش راح يصير هنا السيلري السسبنسري ليجامنت راح طبعا السيلري بادي راح يعني يروح انتيريرلي فمن راح انتيريرلي هاي السسبنسري ليجامنت راح يصير بيها يعني تكون رخوه من راح تكون رخوه راح هنا بما ان هنا خلاها فلاتنت لا هنا راح يصير بيها كونفكس لذلك تركز على الاشياء القريبه. هسه عندنا الاكوموديشن اوف ذا اي يقول to accommodate the eye for a close object the ciliary muscle contract and pull the ciliary body forward and inward so that the radiating fiber of the suspensory ligament are relaxed. مثل ما حكينا هسه بالضبط كل شيء ما راح اضيف عليها. يقول على مود to accommodate of the eye لل close object على مود يعني من نريد نبهو على الاجسام القريبة الciliary muscle شو راح يصير بيها؟ راح يصير بيها contract راح تتقلص وما تتقلص راح تسحب السيلري بادي الى الامام ما راح تسحب السيلري بادي الى الامام السسبنسري اللي قامت شو راح يصير بيها ريلاكسد فهنا العين شو راح يصير بيها كونفكس فراح نقدر نباول الاجسام القريبه. This allow the elastic lens to assume more globular shape او تكون اكثر globular shape with advanced age يقول the lens become denser يعني متقدم الاعمار العدسه شو راح تكون denser and less elastic واقل elastic as a result يقول the ability of the accommodate is lessened لذلك يعني العين من تريد تباوع سواء كانت بعيد او قريب نتيجه صارت بما انه تقدم الاعمار صارت denser and less elastic فراح تكون تفقد accommodate مالتها بريسي بوب يصير عندها. This ability can be overcome وهاي يعني طبعا هنا أنا بعد نظر فنقدر نتغلب على هاي الحاله by use of additional lens in form glasses نقدر نستخدم عدسة إضافية بشكل glasses طبعا هنا يقصد بها نظارات to assist the eye in focusing on nearby object عم يساعد العين على النظر إلى الأجسام القريبة أو التركيز على الأجسام القريبة. بالنسبة لل construction of pupil eye during accommodation of the eye يقول to ensure that the light ray أنا مود نضمن بأنه الأشعة مال الضوء pass through the central part of the lens so the spherical aberration is the dimension during accommodation for near object. يعني مثل ما قلت في البداية يقول أنا مود نضمن أنه الأشعة مال الضوء تمر عبر منه عبر central part مال اللينز عبر الجزء المركزي مال العدسة يعني بحيث شو راح يصير هنا الانحراف هنا اللي راح يصير أنا مود نقلل هذا الانحراف أثناء الأكوموديشن of nearby near object للأجسام القريبة شو راح يصير عندنا السفنكتر بيوبلاي مصل مال الأيرس شو راح يصير بيها راح تتقلص so that the pupillae become smaller هي ما تتقلص راح يصير هنا البيوبلاي مالتنا أصغر. The convergence of the eye during accommodation of the lens in human the retina of both eye focus only on seat of the object single binocular vision when the object move from the distance toward individual يقول عندما يعني الأجسام تتحرك من مسافات بعيدة باتجاه الشخص
the eyes converge so that the single object. العين راح يصير بها converge. شوف هنا أنا شلون صار بها converge. هذا converge. هنا أنا accommodation. هنا أنا لا صار بها converge. فمن يتقرب الشخص علينا راح يصير بالعين شنو converge. So that single object. So that the single object not two is seen. لذلك راح نشوف جسم واحد ما راح نشوف جسمين. The conversion of the eye results from the coordinated contraction of the medial rectus muscle. هذا التقلص راح يصير أو سوري هذا الconvergence راح يصير نتيجة شنو؟ نتيجة تقلص الميديال ريكتس مسل مال كلا العينين. فراح شوفوا إيش صاحب صارت الآي شلون صايرة؟ صايرة رايحة ميديال لأن صار عندنا contraction بالميديال ريكتس مسل وcontraction بالميديال ريكتس مسل. فشوفوا صارت العين عبر لك رايحة ميديال بينما هنا أنا بالaccommodation لا تبقى بالcenter. هسه وصلنا للبارت الأخير من المحاضرة اللي هو الكلينيكال نوت. طبعا هنا الكلينيكال نوت بس اعتمدت على الكلينيكال نوت التابع لجامعة بغداد. فش دي يقول هنا؟ يقول blow out fractures blow out fractures of the orbital floor involve the maxillary sinus commonly occur. هنا دي يقول يعني الكسور اللي تحدث بالorbital floor في الغالب تتضمن ان الماكسيلري ساينس. هسه هنا عندنا هذا الاوربيتال فلور هذا الاوربيتال كافيتي سوري تمام هذا الاوربيتال كافيتي سليم. اذا صار هنا عندي فراكتشر بالاوربيتال كافيتي راح ينزل المحتوى مال الاوربيتال كافيتي وين للماكسيلري ساينس. وكمان اللي اكار يحدث وياه وكمان اللي اكار يحدث نتيجه شنو؟ نتيجه بلنت فورس تو ذا فيس نتيجه ضربه قويه للعين. اف ذا فورس از ابلايد تو ذا اي إذا كانت الضربة على الآي the orbital fat explode inferiorly into the maxillary sinus قبل الفات مال orbital cavity راح ينزل وين للماكسيلري ساينس. ويصير هنا نو شنو عندنا fracturing of the orbital floor ويصير عندنا كسر بالorbital floor. Not only can blood fractures cause the displacement of the eyeball. يقول الكسر مال floor of the orbital cavity مو فقط راح يسوي displacement of the eyeball. يقول with the resulting symptom of the double vision ممكن يصير عندنا double vision يعني رؤية ثنائية diplopia but also fracture can injure the infraorbital nerve مثل ما أخذنا إحنا أو نعرف إنه infraorbital nerve صار تحت صار بالmaxillary bone تحت orbital cavity فممكن هذا كذلك يصير بي damage فمن راح يصير damage وهذا النيرف شنو راح يفقد عندنا sensation producing loss of sensation to the skin of the cheek لأن هذا النيرف أنا من أخذنا قلت لكم اعتبروه على شكل زائد يغذينا cheek ويغذينا lateral wall أو مال النيزل كافيتي ويغذينا كذلك الأبر لبس عند الجم اللي يعني اللثة العلوية والشفة العلوية كذلك يغذينا الانفيريور أو اللور lid فراح يصير عندنا loss sensation of the skin of the cheek and the gum on that side entrapment of the inferior rectus muscle كذلك ال inferior rectus muscle هاي شبيها راح تنحصر and the fracture may limit upward gas. الحالة الثانية اللي عندنا اللي هي البيوبيلاري ريفلكس. هنا ايش دي يقول؟ يقول البيوبيلاري ريفلكس that is a reaction of pupils to the light and accommodation depend on integrity of the nervous pathway. يقول هنا يعني البيوبلر ريفلكس هو عبارة عن تفاعل مال البيوبلز ويا اللايت. هسه بنسلط لايت على العين راح يتفاعل البيوبلز البؤبؤ ويا اللايت and accommodation. هذا يعتمد على شنو؟ يعتمد على nervous pathway يعتمد على سلامة المسار العصبي. Indirect light reflex يقول the normal pupillary reflex contract when the light is shown into the patient eye. يقول يعني البؤبؤ الطبيعي انه من راح اصل الله عليه قبل راح يصغر. ليش؟ لان راح يصير عندنا contraction بالسفنكتر بيوبلاي. بعدين شو يقول؟ يقول conceptual light reflex is tested by shining the light in one eye and noting the contraction of the pupil in opposite eye. هنا يقول الكونسنشوال ريفلكس شلون نختبره؟ يعني نختبره عن طريق
تسليط ضوء is tested by shining تسليط ضوء وين بأحد العينين سواء ال right or left ونلاحظ ال contraction مال البيوبل بالعين الثانية هذا هم عندنا ال conceptual light reflex يقول this reflex is possible because the afferent pathway travel to the parasympathetic nuclei of the oculomotor nerve يقول هذا الرفلكس يعني من المحتمل يصير ليش؟ لأن الافرنت باثوي وين راح تروح؟ تروح للباراسمبثيتك نيوكلياي اوف بوث اوكلوموتر نيرف طبعا هاي الباراسمبثيتك نيوكلياي مال اوكلوموتر نيرف موجودة وين؟ بالبرين يقول the accommodation reflex is contraction of pupillae the accommodation reflex راح يشوينا شنو؟ contraction of the pupillae that occur when the person suddenly focus on the near object اللي راح تحدث عندما الشخص راح يسوي يركز على الأجسام القريبة مثل ما بهاي الصورة after having focus in distant object بعد ما يكون مركز على أجسام بعيدة راح يركز على أجسام قريبة فراح يصير عنده هاي الحالة إلى هنا وتنتهي محاضرة الأيبول والمحاضرة الأخيرة من الأوربيتال ريجن أتمنى تكونوا استفادتوا صراحة يعني هي الأيبول أو الأوربيتال ريجن من أطول المحاضرات بعد الإير طبعا الإير ما راح ناخذها هسه نكمل المنهج الوزاري وبعدين نكمل الإير أو ممكن أنزلها فما أعرف يعني على مجالي إن شاء الله لأن هي الإير مو كلها داخلة شيء بسيط منها داخل بس أنا قاعد أشرحها كذلك حتى للمجموعة الطبية فأتمنى لكم التوفيق وأي أحد عنده سؤال أو استفسار يقدر يراسلنا على المعرفات الموجودة قدامكم وكذلك المحاضرة راح أضيف لكم الرابط للبي دي إف مالتها بالوصف مع السلامة.